لابد هنا أن يسبق بعبد. المبحث هذا مبحث مهم جدا. هنا التي الأسماء التي هي علم على الباري عز وجل لا يجوز لأحد أن يتسمى بها إلا مسبوقة بعبد، عبد الخالق، عبد الباري، عبد القيوم، لأن هذه أسماء محضة علم للباري تبارك وتعالى، لا يقبل فيها الشركة، لا تقبل فيها هنا أن يشترك فيها معه غيره تبارك وتعالى. نعم. وهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. الثاني، ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه إفراده، كالملك والعزيز. أيوة، معنى كلي، معنى كل عام تتفاوت فيه أفراده. أيوة نعم. الملك والعزيز والجبار والمتكبر. نعم. يجوز تسمية غيره بها. نعم. وقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء، وسمى بعض عباده بها، كقوله تعالى قالت امرأة العزيز. ولذلك يجوز هنا فيها أن الإنسان، لأن هذه في المعنى العام، تختلف في أفرادها. وقالت امرأة العزيز، هنا سمي به غيره تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، على جبار. كل قلب متكبر جبار، كما في قصة فرعون في سورة غافر. نعم. فنقول هذا إنسان جبار، هذا إنسان جبار، يعني فيه ماذا؟ فيه تجبر. نعم. ولا يلزم من ذلك التماثل، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. وضحت الآن؟ يعني ما أقول الجبار، لا، ما تأتي معرفة، لكن تأتي مضافة للتخصيص، امرأة العزيز على قلب، على كل قلب متكبر جبار، مضافا، يأتي الاسم هنا مضافا وليس معرفا محضا. نعم. فما يضاف إلى الله منها يخصه تبارك وتعالى. أيوة. ويليق سبحانه وبجلاله وكماله. وما يضاف منها إلى المخلوق فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق. فهنا عزيز مصر يعني وزيرها الأول، وزيرها الأول. نعم. فهذا صواب القول في هذا المسألة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق الرزاق ونحو ذلك. ثم يلتحق بهذا أن الواجب تجاه أسماء الله احتراسها وغير ومراعاة الأدب بنحوها. ومن هذه الاحترام أن لا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة الله في أسمائه، كقاضي القضاء. قاضي القضاء أخنع الأسماء، شاه شاه اللي هو ملك إيش؟ الملوك. الملوك، وأيضا قاضي القضاء، كل هذه مسميات لا تجوز. نعم. وملك الملوك وحاكم الحكام. نعم. ونحوها، حفظا. نعم. للتوحيد. نعم. وصيانة لجانب أسماء الله وصفاته. نعم. ودفاعا لوسائل الشرك، ودفعا لوسيلة الشرك، سد الذريعة لهذا الباب. نعم. وسدا لمنافذه. ولذلك لما سئلت اللجنة الدائمة سئل الشيخ بن باز عن قول صاحب الجلالة الملك المعظم كذا، قالوا هذا لا حرج فيه، لأن هذا من الأسماء التي تكون فيها المشاركة وفيها الإضافة، وفيها ماذا؟ وفيها الإضافة. نعم.